يعني يا دكتور، ايه السبب اللي يخلي شخص عنده عدد الحيوانات المنوية طبيعية جدا بس في نفس الوقت الحركة ضعيفة او ميتة؟ هو الحقيقة في فرق ما بين الحركة الضعيفة والميتة، في فرق ما بين حاجة اسمها سينوسبيرميا ونيكروسبيرميا. السينوسبيرميا يعني حيوانات منوية عايشة بس غير متحركة، نيكروسبيرميا حيوانات منوية ميتة. ودول بنفرق بينهم بتحليل اسمه الهايبوسمولاتيك سويننج تيست، وهنبقى نشرح الحاجات دي مرة تانية بالتفصيل يعني. لكن نقدر نقول ان السبب واحد برضه بيخلي حيوان منوي غير متحرك او ميت، هي اسباب واحده واحنا ذكرناها قبل كده، يعني من ضمن حاجات ذكرناها قبل كده، يعني وجود دواعي الخصيه بيعمل كده، التدخين بيعمل كده، سوء التغذيه بيعمل كده، تعرض درجه حراره عاليه بيعمل كده، يعني نفس الاسباب اللي احنا ذكرناها. نقص عدد حيوانات منويه نقدر نقول برضه ان هي بتسبب ضعف حركه الحيوان المنوي، باستثناء سبب بقى مهم ده مرتبط شويه بضعف حركه الحيوان المنويه، وده بيغفله برضه كتير من الزملاء لا الله، اللي هو وجود اجسام مضاده تموت الحيوان المنوي. فكتير من المرضى بيجي لي عنده ضعف حركه الحيوانات المنويه قد تكون منعدمه زيرو، وبقاله سنين بيتعالج عند كتير من الاطباء، عمال ياخد مكملات غذائيه وفيتامينات وما بيتحسنش. الراجل ده مجرد ما بنطلب له تحليل حاجه اسمها انتي سبيرما انتي بودي، ونشوف بنكتشف ان عنده اجسام مضاده بتموت الحيوان المنوي. مجرد ما بياخد لها علاج مناسب يبتدي الحركه تتحسن والامور تتحسن. هنفضل برضو نقول ان الموضوع نسبي، زي ما اتكلمنا في العدد برضو هنتكلم على الحركة، ان اللي يناسب شخص غير يناسب شخص تاني، والمسبب عند شخص غير المسبب عند شخص تاني، وان كل راجل وليه ظروفه المختلفة وقدراته المختلفة، واللي الدواء اللي يتأثر عليه ممكن ما تأثرش على صديقه، واللي التدخين يأثر عليه ممكن ما يأثرش على حد تاني. فهيفضل كل راجل هو وحدة خاصة بذاته، اللي يناسبه غير اللي يناسب حد تاني، والعلاج بيتفصل عليه حسب ظروفه وحسب الحالة المرضية بتاعته وحسب المسببات ايه بالظبط. بشكرك جدا دكتور أسامة غطاس، استشاري أمراض الذكورة وخبير جراحات العضو الذكري والمدير الإكلينيكي لمجموعة مراكز دار الذكورة. أشوفكم الحلقة الجاية مع دكتور أسامة غطاس.